كام يوم جالنا سؤال مهم بيتكلم عن ترتيب الأولويات في العمل الصالح، هل أساعد الناس وأفرق كده الكربات بتاعت الناس ولا أطلع عمرة مثلا يعني. وده بيطرح سؤال عن فكرة الخير اللازم اللي بيعود على صاحبه، زي الصلاة زي الصيام زي الخير المتعدي، اللي بقى إيه ممكن يحصل، يعني الخير اللي أنا أعمله لنفسي ولا الخير اللي بيتعداني وبيحصل للغير، إيه الأولى؟ هل الأولوية دي مطلقة أو واحدة ولا بتختلف؟ أنا برحب مرة تانية بيك يا شيخ أحمد، أهلا وسهلا. طبعا إحنا في فقرتنا وفقرة الخير ومؤسسة فذكر، ونبدأ كده وتكلمنا عن الأولوية في عمل الخير ولا عمل عبادة خاصة بي. يعني إحنا عندنا قاعدة بتقول اللي هو تقديم الأهم على المهم وتقديم الواجب على المسنون. واحنا عندنا لما نيجي ننظر في الشريعة الإسلامية هنلاقي عندنا حاجة اسمها واجبات، وعندي حاجة اسمها مستحبات وسنن، يعني لا تصل إلى حد الواجبات، مش بنقلل منها، لكن احنا بنقول نهتم بيها، لكن الاهتمام بتاعها ده ما يجيش على حساب اللي هو الأهم منها اللي هو الفرض. وكان مشايخنا يعلمونا كده، يقولوا لنا أصل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. يعني ايه؟ انا عندي واجب مهم جدا 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 فانا بعمله، فضيعت ممكن سنه من السنه مش قادر اعملها لان انا مشغول بهذا الفرض، وبالتالي انت معذور في الحته دي. لكن العكس بقى، واحد بيشتغل بالنفل عن الفرض اللي هو انا هقوم بقى النهارده هعمل امسك السبحه كده واصلي على النبي مثلا 1000 مره، مع اني 1000 مرة بالصيغة الإبراهيمية دي وهتستغرق، يا ابني المغرب أذن، قوم صلي الأول وبعدين صلي على سيدنا النبي، يعني صلي وبعدين صلي على سيدنا النبي. لا يا باشا، أنا الصلاة على النبي هي أحب إلي. فده يقولوا له أنت مغرور، أنت واهم يا حبيبي. ليه؟ لأن في النهاية إحنا عندنا لما يجي في الترتيب يجي يسأله سيدنا النبي أي الإسلام خير، فيبدأ يجاوب النبي أي الإسلام، يعني بقى فيه ترتيب أولويات. عندي ترتيب أولويات مثلا اللي هو الأصل الفرض، ثم بعد ذلك تأتي النافلة. عندي الزكاة أهم من الصدقة، ما حدش يقول لي أنا هطلع صدقات بس هضيع الزكوات، هصلي قيام ليل وأصلي مش عارف إيه وضيع الفرائض، فلا بد من ترتيب الأولويات في حياتنا. طيب إحنا نشوف بقى أول تقرير ومؤسسة فذكر ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع مؤسسة فذكر اللي دايما يعني تتبع خطى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ولهذا الحديث جاءت مؤسسة فذكر مسرعة تلبية لطلب واستغاثة هذه السيدة التي تسكن في عزبة حليم باشا بمركز سمسطة بمحافظة بني سويف. حالا دلوقتي هنتعرف على الحالة ونشوف ايه الموضوع. ازيك يا ستي؟ الله يسلمك. الله يكرمك يا رب. اسم حضرتك؟ فاطمة حسن عبد الفتاح. عندك كم سنة؟ 39 سنة. ربنا يديك الصحة يا رب. متجوزة؟ مجوزة. انت؟ لا انت متجوزة. ايه متجوزة. زوجك في الشغل؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل في الجبل، يوم في ويوم ما فيش. برضو في جمع الخضار والفاكهة. عندك كم ولد وكم بنت؟ 4 بنات وولد. 4 بنات وولد. جوزت حد منهم؟ مجوزة واحدة. خلفت ولا لسه؟ معاها جوز عيال. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللي قاعده معانا دي مين؟ دي ماريا. دي بنتك؟ ايوه. اخر حاجه دي اخر حاجه. ازيك يا ماريا؟ انا الحمد لله. عامله ايه؟ حلو. اسمك ايه؟ مريم. ايه؟ محمد سعد احمد بشنت. الله اكبر، انت سميت العيله كلها. ماشي، انت في سنه ايه؟ رابعه. شاطره في المدرسه ولا لا؟ شاطره. الحياه والظروف والمعيشه
يعني عايشين ازاي؟ بتاكلوا ازاي؟ بتشربوا ازاي؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ بالموجود اللي ربنا بيرزقنا بناكله. الجوده بالموجوده. تمام. على قدنا يعني. جوزي على قد لحافك مد رجليك. ايوه. جوزي بيشتغل يوم يقعد 10. في شغل. وعنده كم سنه؟ عنده 43 سنه ولا 45 مش عارفه والله. باللي موجود بناكله. طب والميه؟ والميه فيه طرمبه هنا هي بنملى منها. يعني مسافه بعيده؟ مش يعني قرينة شوية. مش قوي. مية حلوة؟ لا مش حلوة. مية مش حلوة؟ مش حلوة. وعشان الشرب بنشتري. بتشتروا؟ بنشتري بنشتري. بنشتري المية الحلوة. ايوه بنشتري المية الحلوة. يعني مثلا جيركن في حدود كام؟ 3 جنيه. 3 جنيه يكفيكم مثلا في اليوم؟ يوم. ايوه بيقضي يعني يا دوبك. ايوه معانا بنجيب ما معناش ما بنجيبش بنشرب من اللي هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لو مش معاكم تمن المية تشربوا من المية الحادقة دي. المية أيوة دي بتاع الطرمبة الحادقة دي. أيوة. دي مية بتبقى مالحة. أيوة بتبقى مالحة ومش حلوة. بس هنعمل إيه؟ على قد ظروفنا. الحمد لله يا ست الحمد لله. ربنا يا ربي يرضينا ويرضيكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب أنت تواصلتي مع مؤسسة فذكر، طلبات حضرتك قولي لنا طلباتك إيه؟ طلباتي معايا بنت مخطوبه ومش عارفه اجيب لها الطلبات. يعني انت معاكي واحده مخطوبه غير اللي ايه؟ غير اللي اتجوزت. اللي اتجوزت دي خلاص الحمد لله. طيب ما فيش دين عليكم منها ولا حاجه؟ بنسدد. لماذا بنسدد؟ اللي يرزقنا به ربنا بنسدد. وكنا جايبين لها الطلبات بالقسط. يعني كنتوا جايبين لها طلبات بالقسط والحمد لله يعني بتسددي. بنسدد. تمام. ودلوقتي انت عايزه تجهزي؟ عايزه اجهز بنتي دي. البنت الثانيه دي. أيوة. تمام. تمام. طيب وبرضه بالنسبه للمعاناه بتاعه الميه عايزين يا ريت ربنا يقدركم وتركبوا لنا مطور. مطور او محطه تحليه للميه. ايوه يعني. أيوة. بس هي محطه تحليه طالما. أيوة. الميه اصلا حد او بتشتروا الميه بالفلوس يبقى محطه تحليه اولى صح كده؟ صح. ايوه. او بير ميه. تمام. او بير ميه بحيث ان احنا يعني الناس تقدر يعني تلاقي نقطة مية حلوة تشربها في طبيخها في أكلها في شربها. اللي يقدركم عليها ربنا كله. يعني اللي يقدركم عليها ربنا هتهلك. ربنا يا ربي يرضينا ويرضيكي شر المرض. يا رب يا رب احنا ميزان حسنكم يا رب. يا رب جميعا ان شاء الله. يا رب جميعا ان شاء الله. من خلال مؤسسة فذكر من خلال الارقام اللي موجودة قدام حضرتك على الشاشة ان حضرتك تتبرع للناس دي وتشوف احتياجات الناس دي وتلبيها. يعني مؤسسة فذكر بتذكر حضراتكم ان احنا نسارع في تلبية حاجة هؤلاء الناس. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله ويتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. تعليقك يا شيخ. يعني احنا عندنا شفنا التقرير والتقرير ده خلينا نقول ده حالة مأساوية. حالة مأساوية اللي هو اللي يتطلب من الناس ان هي تسارع. هو ده ربنا حث على ذلك يعني اللي هو المسارعة في فعل الخير. والله تبارك وتعالى قال وفعلوا خيرا لعلكم تفلحون. فأنت لازم يكون نصب عينيك كده اللي أنا في النهاية أنا بعمل ده ليه؟ أولا من باب الأخوة الإنسانية ده. حاجة تانية من باب أن الله حثني على ذلك فأنا أحب أن يراني الله عز وجل مقبلا على طاعته غير مدبر. يبقى ده الأصل إن الإنسان يعمل كده. فأروا الله من أنفسكم خيرا. نشوف كمان تقرير خير ومؤسسة فذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة فذكر ما زالت مع حضراتكم اليوم
من قرية بني حلة بمحافظة بني سويف، والنهاردة معانا حالة من الحالات هنتعرف عليها دلوقتي حالا. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ أسماء. أسماء ايه؟ محمود. عندك كم سنة يا سمسمة؟ 12. 12؟ الله أكبر عليك. أنت كويسة؟ الحمد لله. بتروح المدرسة؟ أيوة. يا شيخ سنة ايه؟ في سنة ستة. سنة ستة؟ الله أكبر. شاطرة في المدرسة ولا لأ؟ شاطرة يعني. نص ونص. نص ونص؟ الحمد لله. أسماء لما طلبنا رقم الموبايل عشان نتواصل معاهم، بسم الله ما شاء الله هي اللي ملت الرقم يعني. والدتها إزايك؟ الله يسلمك يا شيخ. الحمد لله يا شيخ. سنة قربية. ربنا يديك الصحة يا رب. عندك كم عيل؟ معايا أربع بنات. أربع بنات. أسماء الرابعة؟ أسماء الرابعة. عندهم كم سنة؟ هي الأخيرة. هي الأخيرة. تمام. زوجك؟ متوفي الله يرحمه. بقاله قد ايه؟ بقاله 12 سنة. بعد اسماء ما اتولدت بشهرين. بعد ما اسماء اتولدت بشهرين. ومين اللي بيصرف عليكم؟ ربنا. الله. ربنا كريم. ونعم بالله. ونعم بالله. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف الـ 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 الاجابة الفورية. مين اللي بيصرف عليكم؟ ربنا. ما هو ودي هي دي الحقيقة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أسماء ملح عندها الذئبة الحمراء. إيه الذئبة الحمراء دي؟ بيقولوا داخلة على الكلى، بتاكل في الكلى، بتغسل، وداخلة في المخ، وبتاكل في الكبد. عاملين لها إشعاعات وتحاليل أهي من يوم العيد والجاي. يعني هي عندها مرض اسمه الذئبة الحمراء. تمام. المرض ده يعني بياكل في جسمها؟ بياكل في ايوه بياكل في الجسم. بيقول لك بيهاجم الجسم كله، اعضاء جسمها، اعصابها، مخها. يعني هي حاليا بتغسل كلى؟ ايوه. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. 15 يوم في الرعايه. قعدت 15 يوم في الرعايه. 15 يوم. من أيوة. قد ايه هي قعدت؟ جايه لها زي النهارده كده. قعدت يعني قعدت 15 يوم، لسه جايه من حوالي 8 ايام. أيوة. جاية زي النهاردة كده يوم السبت. خرجوها من الرعاية، وهتروح كل شهر تتحجز كل 15 في الشهر تاخد جرعة. تاخد جرعة هناك يعني. يعني كل شهر هتروح تاخد جرعة علاج في المستشفى. أيوه. بتعالجيها فين؟ في الجامع. في المحافظة. أيوه. مسافة قد إيه بتمشيها؟ أو بتركب مواصلات؟ نركب مواصلات. أيوه. مسافة قد إيه؟ لو خدنا عربية على حسابنا بتاخد 500 جنيه. لو خدت عربية على أيوه. حسابكم 500 جنيه. أيوه. ولو مواصلات تاخدي كم مواصلة؟ بنركب ثلاث اربع مواصلات. اربع مواصلات. ايوه. في تكلفتها في حدود كام مثلا الاربع مواصلات؟ برضه 200 ولا حاجه. ربنا يعيننا ويعينك ويقويك يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله. جوزت حد من البنات؟ ايوه جوز بنات. الله اكبر الله اكبر. يعني بقيتي جده ولا لسه؟ الحمد لله على جبه ربنا. الحمد لله يا شيخ. الحمد لله. يا سمسم ازاي؟ الحمد لله. لا انا عايز اسمع صوتك. كلم الشيخ. الحمد لله. ربنا يديك الصحه يا رب. ايه راضيه؟ الحمد لله. هي بتقول الحمد لله على جابه ربنا. أيوة. اللي جابه ربنا واللي شاله ربنا. ما تعيطيش يا امي. اللي جابه ربنا واللي شاله ربنا. الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على جابه ربنا. ومصاريف العلاج مثلا تكلفتها في حدود قد ايه؟ احنا عرفنا المواصلات مثلا. طب تكلفه طب ليها اكل معين يا الحاجه؟ بتاكل ايوه سليق. اكل يعني سليق. يعني اكل معين سليق ايوه من غير ملح. كله من غير ملح. حاجات اللي هي شوربه الخضار. ايوه شوربه خضار. ايوه من غير ملح. ايه فراخ. لحمه ولا شت فراخ فرخه كده لحمه. ما فيش ما تشربش حاجه من بره. ما تشربش اي حاجه من بره. تشرب ميه من الازايز. ميه معدنيه. أيوة. بس لا لكن ممنوع عليها. ممنوع مثلا عليها حاجة ساعة. لا لا إيه كله إيه ده بتاع إيه الحاجات البرانية دي. لا ولا اي حاجة ولا اي حاجة خالص. كله ده محذرنا منه. يعني عشان هي تعبانة بس. والماء المعدني. ايوه. حباية فاكهة كده خفيفة. اي أيوه حاجة خفيفة أيوه كده بس. طيب تكلفة العلاج بتاعها في هي من يوم العيد كده صرفة بتاع 45000 جنيه. من يوم العيد الصغير. من يوم العيد الصغير لغاية لغاية النهاردة. لغاية النهاردة كده. صرفة في حدود 45000 جنيه. أيوة. يعني مثلا نقول في الشهر بتشتري في بتاع 30000 أو أكتر. أيوة. في الشهر. في الشهر 30000. بتجيبيهم منين؟
من عند ربنا، من عند ربنا. ناس بتجيب لنا فلوس وانا ببقى محروقه اخدها منهم عشان انهم عيال برضو وبنات. ونعم بالله ان شاء الله باذن الله تعالى من خلال مؤسسة فذكر. الأول بس ناخد موافقتهم على إذاعة الحلقة ونتكلم مع حضراتكم. ماشي ماشي موافق. موافق يا أسماء موافق. طيب خلاص ماشي معانا. اجعل في ميزان حسناتكم يا رب. اجعل في ميزان حسناتكم يا رب. يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى منتظرين حضراتكم من خلال مؤسسة فذكر إن شاء الله عشان ندخل على قلب أسماء ووالدتها وإخواتها البهجة والسرور إن شاء الله. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. كنا بنتكلم عن الأولويات، فيعني لازم نحط من أولوياتنا مساعدة غيرنا، مساعدة اللي محتاجين. تعرف يا سيدنا النبي يا أستاذة دعاء، وإحنا بنحب النبي، هو أمر راح بدالي بيقول لي أسأل الله أن يجعلك تحب النبي. كلنا بنحب النبي يا أخي. الله الله تقول يا رب أعمل إيه بس، يقول لي يا رب تحب النبي يا أخي. والله بحبه يا أخي والله. صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن النبي عليه الصلاة والسلام إن هو لما كان يمر كان دايما يقول كلمة حلوة قوي، يقول وأنا أبو العيال. لما شفنا الأولاد دول النبي ما كانش يتركهم عليه الصلاة والسلام، كان يقول أنا أبوه، أنا اللي هساعده لما يحتاجوا حاجة يقولي. مشي على الضرب الصحابة، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس بالليل، يمشي بالليل كده ولما يلاقي في مشكلة زي كده يقول أنا كفيل، أنا اللي أكفل الناس دي لغاية لما أبائهم يرجعوا، أو أكفل هؤلاء اليتامى أو هؤلاء المساكين. إحنا محتاجين ده، محتاجين الروح دي تكون تسير بين الناس جميعا، لا فرق والله بين مسلم وغير. في النهاية إحنا بشر، والنهاية إحنا من آدم سواء بقى مسلم أو غير مسلم. الله رب العالمين يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والإيه والأرحام. طيب نشوف كمان تقرير خير مع مؤسسة فذكر ونرجع لكم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. من أجل ذلك كله جاءت إلى هنا مؤسسة فذكر، قطعت مسافات كيلومترات، يعني مسافة قرابة 300 كيلو، حوالي ساعتين ونص أو ثلاث ساعات لأهالينا هنا في بني سويف عشان نشوف مشاكلهم إيه، نشوف ظروفهم ايه، عشان نقدر نقرب منهم اكتر، نشوف هم محتاجين ايه، ونحاول نقدم ليهم يد العون ويد المساعدة مع اهل الخير. معانا حالة حالا دلوقتي هنتعرف عليها. اسمك مجاهد. ايه سليمان. مجاهد سليمان، عندك كم سنة؟ 35. 31. ربنا يعافيك ويعفو عنك يا رب. زي ما احنا شايفين حالة مجاهد، وطبعا الست والدته. ايوه ماما. انت والدته؟ ايوه. الله يديك الصحة يا رب. طيب مجاهد حالته ايه؟ حالته ضمور، عاوز ضمور وعاوز كرسي يتحرك عليه بس. كرسي عنده ضمور. ضمور في المخ. ايوه. عيش يا بابا. مأثر على في كل حال، مفيش الا اللقمه اللي بيحطها بحنكه بس. تصير احنا اللي بنصير اي حاجه احنا بنعملها له بس. يعني دخوله الحمام، دخوله الحمام جايبين له قاعده كده، قاعده على السرير كده جنب السرير نحطها له، مش بيخش الحمام ابدا. احنا اللي بنصيره جنب السرير كده بره. تمام. يعني مين اللي بيقوم على خدمته؟ يعني مرات اخوه ومرات اخوه. ليه اخوات مثلا؟ اخواته بس مش هنا.
يعني بيسوا على 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 رزقهم او على لقمه عيشهم يعني. احنا قاعدين لوحدنا انا وابوه مش بيسمح كمان. والده عنده كم سنه؟ ده عنده 70 مش بيسمح. وحضرتك كم سنه؟ انا 55. ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يديك الصحه. مجاهد ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. كويس؟ كويس. انت حاسس بيه دلوقتي؟ طب عايز ايه؟ عايز كرسي. بس عايز كرسي؟ ليه؟ عشان يضحك علي. عشان تبقى عايز تروح فين؟ يا دوب. ها؟ لا عايز تروح فين؟ اتمشى. عشان تتمشى؟ عايز تخرج تتفسح يعني؟ أيوة. عايز تشم هوا؟ اتضايقت من حبسة البيت؟ ايوه. ايوه كده اضحك. بتحب الحاجة؟ ايوه. ها؟ ايوه. هي اللي بتخدمك؟ ايوه. هي اللي بتراعيك؟ ايوه. ها؟ بتحبها قد ايه؟ قد امي. ها؟ امي كل. الله. ربنا يبارك لك فيها يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا يعافيك ويعفو عنك ان شاء الله باذن الله تعالى. زي ما شفتوا حاله مجاهد، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، ويشفي كل مريض يا رب العالمين. عنده ضمور في المخ طبعا، والدته واقفه جنب منه سنداه عشان لو هي راحت بعيد عنه ممكن يعني يقع. عشان كده بنناشد اهل الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم الرحمه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، يفزع الناس إليهم لقضاء حوائجهم. فنناشد أهل الخير وأهل الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوبهم الرحمة، أن يوفروا لمجاهد كرسي كهربائي بحيث ان هو يعرف يتحرك بيه يروح ويجي. هيخف عبء شوية من على الحجة والدته في القيام بخدمته ان شاء الله. وربنا يا رب يكرمكم ويبارك لكم ويجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا بعد ما خدنا موافقة الحجة أم مجاهد ومجاهد إن احنا نذيع الحلقة، طبعا بنذكر حضرات السادة المشاهدين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بادر هلما سارع إلى الإسهام والمشاركة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى مع مؤسسة فذكر من خلال الأرقام الظاهرة والموجودة مع حضراتكم على الشاشة. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية: 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. احنا عايزين تعليق منك يا شيخ أحمد على الحالة، والحالات كلها بتتكلم عن نفسها فعلا. يعني إذا الإنسان أحيانا بعض الناس هي شايفة الأزمات اللي الناس ممكن تعيشها، وممكن الإنسان يبقى عايش في ضيق وكرب. فلو انت واحيانا بتبقى ممكن بتبقى نايم على السرير كده وانت عمال تفكر هجيب ايه واصرف ازاي واعمل ايه واروح فين واجي منين، الذي دبر لك ما فات من يوم سيدبر لك ما سيكون من غد. وبالتالي انت عشان ترفع عنك بقى الحزن والكرب والهم ده تصدق، انفق لله تبارك وتعالى بنية الخالصة، مش تجربة، يقين. ليه؟ لان انت لو عملت كده فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية من مسجد السلام بعزبة حسين سليمان مركز إهنسية محافظة بني سويف، مرة تانية ولكن بعد
تقريبا 3 شهور من المرة الأولى اللي التقيت بحضراتكم علشان أعرض عليكم هذا العمل قبل أن يصبح بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل مساهماتكم قبل أن يصبح إنجازا، الآن بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل مساهمات إخواننا الذين كان بفضل الله تبارك وتعالى يعني لهم معظم محافظات مصر كان لها نصيب في هذا الأمر، لكن كان يمكن ربما الحظ الأوفر لإخواننا من محافظة الإسكندرية، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يبارك في أهل مصر جميعا، لكن الحظ الأوفر حقيقة كان لإخواننا من الإسكندرية، وهذه منافسة أنا أعلنها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله، ساهم ولو بجنيه واحد لإضاءة المسجد، أو ولو بجنيه واحد لتبريد المسجد وللمراوح ونحو ذلك، ولو بجنيه واحد للناس عشان تتوضأ في المسجد، وكمان الإخوة بفضل الله عز وجل القائمين يا رب يعينهم في المنطقة بيعملوا مسجد للسيدات، الآن المشروع مطروح لسه ما عملناش فيه حاجة، بيعملوا مسجد للسيدات أعلى المسجد. أنا أقول لك الآن يعرض عليك أن تركب معنا في هذه السفينة، والله لا تحقرن هذا الأمر، لعلها هي المنجية، سفينة النجاة حقيقة. هذا المسجد هو الوحيد في المنطقة وبيخدم العزبة كلها وما فيش مسجد غيره، وهنا محتاجين المية، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما عندناش الكهرباء الكافية للمسجد، هنا المسجد محتاجه مية ما، لكن ما فيش مية خالص، بنمشي مسافات بعيدة عشان نصلي. الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بفضل الله أول ما جت لنا المؤسسة هنا كان المسجد عبارة عن زي ما حضراتكم شفتوه عظم المسجد، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى المؤسسة يعني ربنا يبارك فيهم وفي جهودهم ساعدونا كتير، وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حضراتكم شايفين المسجد بقت فيه سقف ومحارة وكهرباء، ولكن عايز بفضل الله سبحانه وتعالى السمعيات كلها، عايز الفرش، أكباس الكهرباء، بفضل الله زي ما شيخنا تفضل كده وقال عايزة برضو الأواعد بتاع الحمامات، عايزة مطور، وعايزة يعني حاجات السباكة بتاع في كماليات في السباكة الأواعد، وكذلك بفضل الله عايز النقاشة وعايز الفرش والفايم وكم تلاجة كده لشرب الماء اللي هي بتتحط في المساجد دي، وبفضل الله سبحانه وتعالى كمان يعني محتاجين نبني مصلى للنساء فوق، طبعا سقف المسجد كامل ما فيش اي حاجه، عايزين نصب العمدان ونعمل مصلى للنساء فوق. قدم هذا الامر لنفسك في قبرك، انا والله منذ دخلت المسجد لاول وهله بعد في هذه المره، مش في المره الاولى، في هذه المره بعد ان اصبح بفضل الله مسجدا، قلت وربي ادخره لنفسي عند الله يوم القيامه، لان عندي تقصير في صلاه، في خشوع، في ركعه، في سجده، في صلاه صليتها وانا مشغول البال بدنيا، وكلنا الشخص ده، لكن الشاطر اللي يتدارك نفسه في الدنيا قبل ما يلقى الله عز وجل بين يديه في الآخرة، قدم هذا الأمر لنفسك، قدم هذا الأمر قبل أن يأتي يوم يقولوا بقى الحي أبقى من الميت ويسيبونا في قبورنا ويوزعوا التركة على بعض. يا رب يتقبل مني ومنك. مسجد السلام في عزبة حسين سليمان في مركز إهناسيا في محافظة بني سويف ينادي حضرتك، لو إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نويت أن تكتب اسمك في سجل بإذن الله، في سجل الذين يبقى لهم العمل بعد موتهم، لو أردت أن تكتب ذلك وأثر ذلك كذلك في حياتك، انظر أسفل الشاشة هتلاقي أرقام صورها، اتصل بينا علشان المندوب بتاع المؤسسة يصل إليك أينما كنت. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-97-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. عايزة أقول أن أرقام تليفون مؤسسة فذكر موجودة على الشاشة طول فقرة الخير اليومية لمؤسسة فذكر، اللي عايز يتواصل معاهم هي الأرقام اللي موجودة على الشاشة. وعايزين تعليق أخير يا شيخ. سورة الفاتحة 134 حرف
بالمدود وما إلى ذلك. 134 حرف، وكل حرف، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لما بنيجي بنحسبها أستاذة دعاء بالعشر حسنات وما إلى ذلك، بيوصلوا معايا 14 مليون حسنة. ده أنا لو قريت السورة دي. فتخيلوا أنت بتساعد في بناء مسجد، كم واحد هيصلي ويقرأ الفاتحة؟ كم واحد هيصلي ويقرأ السورة بعد الفاتحة؟ كم من مسبح وهو راكع؟ كم من مسبح وهو ساجد؟ كم من ذاكر لله عز وجل في الصلاة؟ احنا بنتكلم في 17 ركعة اللي هي الفرائض، فما بالنا بالنوافل؟ ده قراية فاتحة بس يا حبيبي، انت بس هتاخد فيها 14 مليون. طب ولو كل دول أراهم وانت كنت سبب في بناء المسجد وترميم المسجد وإعادة المسجد كما يعني كنا نشاهد، هتاخد قد ايه من الحسنات؟ اقعد احسبها كده، والشاطر اللي يسبق. طيب نشوف دلوقتي آخر بقى تقرير في حلقتنا النهاردة، وآخر تقرير خير مع مؤسسة فذاكر. بشكرك طبعا يا شيخ أحمد، وبشكر كل المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أحد أطراف عزبة حسين سليمان، زي ما قلت لحضراتكم التابعة لمركز هناسيا في محافظة بني سويف، لازلنا بفضل الله عز وجل نتابع إنجازات مؤسسة فذكر. وزي ما قلت لحضرتك أن مؤسسة فذكر بتبحث بالفعل، لأنها مؤسسة مسؤولة عن التنمية المستدامة، فبتبحث عن المستحقين الحقيقيين في كل شيء. يعني حضرتك هتشوف معانا تقارير خاصة بزواج اليتيمات أو غير القادرين أو نحو ذلك، وهتشوف كذلك حاجات خاصة بالأبار. يا رب يتقبل مني ومنك، اللهم أمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن البئر تحديدا، وقال في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر ماء لم يشرب منه جن أو إنس أو حيوان إلا كان له به أجر. ومعنى ذلك أن هذا الماء في مكان زي منطقة عزبة سليمان، الماء ده هو مش هيشرب منه الإنسان فقط، ولا هيتوضأ منه، ولا هيطهي منه الطعام فقط، وإنما كذلك للحيوان أعزك الله وللطير. كل هذا لك به أجر. كذلك علمنا صلى الله عليه وسلم: من سقى مسلما على ظمأ. ده اللي بيقول الكلام ده مش كلامي ولا كلام حضرتك ولا كلام حد من الناس العاديين، ده كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. يوم القيامة والشمس بتدنو من الرؤوس مقدار شبر، يوم القيامة والناس عطشة، ومن الناس من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما، زي ما قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس هيستظلوا بظل عرش الله عز وجل ويشربوا من حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مين الناس دول؟ الناس دول اللي قال عنهم سيدنا النبي: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. وربنا قال عنهم: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولأن المؤسسة بفضل الله عز وجل، بفضل الله تبارك وتعالى، مؤسسة عريقة لها اسمها، لذلك المنافسة احتدت، حتى جاء أخونا عبد الله من دولة قطر الشقيقة علشان يحقق فينا قول الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة، نعم، إذا اشتكى منه عضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وزي ما قال سيدي وسيدك: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لذلك أسأل الله أن يتقبل هذا العمل من أخونا عبد الله، ولكن هناك عمل عليك أنت أيضا، لأن ربنا قال ده: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. علشان كده بقول لحضرتك أن لازلنا برضو لحد اللحظة بقول لحضرتك أن هذه العزبة، عزبة حسين سليمان في مركز إهناسيا في محافظة بني سويف، لازالوا محتاجين، لأن العدد كبير، ولأن عدد الأبار قليل جدا، والمؤسسة بفضل الله طرقت هذا الباب ولن تترك هذه العزبة إلا وبإذن الله عز وجل، زي ما فعلت في سائر ربوع مصر تعمل هنا كمان، حتى يكتفي أهلنا من أبسط حقوق الإنسان وهو الماء، المية.
تخيل بيت ما فيهوش مية، يعني ما فيهوش حياة. عايزك تشارك معانا وما تحرمش نفسك الأجر. لو عايز تشارك معانا انظر أسفل الشاشة، هتلاقي أرقام، صورها صورها بسرعة قبل ما ينتهي التقرير، وبعت لنا علشان مندوبنا يصلك أينما كنت. يا رب يتقبل مني ومنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.